مش مشكله عندي الفاينل انسر، انا يهمني الايه، مش مشكله الناتج النهائي، عندي الخطوات اهم حاجه. طيب بص، الاختبار ده انتوا حليتوه تمام الحمد لله في بدايه الحصه، تمام جدا يعني. الغلطات بتاعتكم طفيفه يعني، مش اللي هي يعني، في بس حد ايه سين تربيه ناقص 9 حد تسرع فيها، انا عاملها ايه؟ انا عاملها انا عاملها على انها ايه، على انها سين ناقص 3 كل تربيع، لا هي سين تربيع ناقص 9 لو لينك فصل يا جماعه، خش على نفس اللينك تاني، هي هتبقى سين وسين. ده طبعا بقى الموضوع صفر على صفر، السالب دي بتتعمل موجب في سالب يا جماعه، والتسعه بتتعمل 3 في 3 على سين ناقص 3. لما باجي اطير، في ناس بيطير سين زائد 3 مع سين ناقص 3، لا انت بتكنسل الشكل بعض بالظبط، فهتفضل سين زائد 3، عوض بقى السين ب 3، يبقى 3 زائد 3 6 بس، تمام. طب هنا برضو كان في غلطه مع حد منكم، انه عمل قوس صغير وقوس كبير، فعلا القوس الصغير خد ايه؟ دي سين في سين في سين، فخد سين واحد، جه هنا 5 في 5 في 5 خد 5 واحد وساب، جه في القوس الكبير عمل سين تربيع هنا الاخير ب 25، الاخير دايما موجب يا جماعه. في النص بقى دي بتتعكس، لان بيقول الاول في الثاني باشاره مخالفه، فدي بتبقى موجب 5 سين، بس دي كانت الغلطه. وفي هنا طبعا سين وسين اهي، 25 هتبقى في 5 في 5 موجب في سالب، هنكنسل بقى ده مع ده، نتفضل سين زائد 5 على ده، ونعوض فيها بقى، نشيل السين ونحط سالب 3، يبقى سالب 3 زائد 5، ننزل تحت لما نعوض يبقى في قوسين. ما تنسوش يا جماعه القوسين دول، لانك لو ما حطيتش القوسين الاله بتفهم ان التربيع على الثلاثه مش على السالب، فما بتشيلش السالب بتطلع لي المساله غلط، فدايما تعويضنا نخليه في قوسين، ايوه، ونطلع الاجابه بالاله وخلاص، تمام. ده بالنسبه لايه لدول، طبعا دي كانت طالعه 7 بس، دي طبعا بس لما انت عوضنا فيها. نعم مستر، هو انت في رقم 8 دي جبت سالب 3 منين؟ اه معلش، السين ب 5 صح، تسلم يا صار، السين ب 5 اصلا مثلا صح كده، يبقى دي 5 يا جماعه، اهو الله ينور عليك، 5 تمام كده، وهطلعها بقى على الاله وخلاص. دي بقى كان حد ماشي. طلعها بعد ما طلعها صفر رجع عملها تحليل، لا هو انا طلعتها صفر اصلا، ما حطيت تعويض مباشر اهي، طلعت كام؟ طلعت سالب 3 زائد 5، طلعت 0 على 2، 0 على 2 يا جماعه ده صفر، وشكرا. 9 كده، في حد كاتب لي 0 على 2 وما كملش، لا 0 على 2 اقول تساوي صفر، لان هي بتبقى جاري في الاختيارات، فقلت صفر، بس بصراحه مستوى كويس وناس مذاكره يعني الحمد لله. طيب طب مستر، اه هقول بس حاجه، نعم حد عايز يسال حاجه؟ كنت عاوز اقول لحضرتك اللي قبلها كانت طلعت 5 على 0، دي برضك هنعملها 0 ولا دي هنعمل ايه؟ اللي اللي قبلها هي اللي هي رقم رقم كام؟ 6. 6 طب معلش عشان انا مسحتها، كانت بتقول ايه طيب؟ كانت بتقول انها سين تقول 2 وبعدين سين زائد 3 وسين باور 2 ماينس 4. كانت هتطلع 5 على 0، كانت هتطلع 5 على 0 اهي صح؟ 5 على 0 كمية غير معرفة، بس اهي هي كانت بتقول كده، انها سين تقول يعني لاتنين اكتب له 5 على 0 اه ايكوال سين زائد كمية 3 غير معرفة. على اه سين تربيع ناقص 4، لو انا عوضت كان ايه اللي هيحصل؟ اهو هيبقى 2 زائد 3 على 2 تربيع ناقص 4، دي هتدي 5 ودي هتدي 0، 5 على 0 اقول له كميه غير معرفه، وشكرا على كده، ما خلصت، مفيش تمام بقى لا تحليل ولا اعمل لها حاجه تاني، تمام. طيب معلش يا جماعه عشان اللينك ده يفصل، يا ريت معلش هنهي الميتنج دون ويخش تاني على الميتنج، ماشي؟ حاضر حاضر.